بخورشي على 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 الحباب جايك كابتن العب يعني وين 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 بتروح صايدينك صايدينك ما تروح نضحك معاك شوي شوي بالكاميرا شايفينك خففها لطفها مع بخورشي نلعبها عبو عبو شوية كده نعمل كده مقالب حلوة بتكتكه شوية كده يا الغالي مقلم خفيف دمه خفيف بالكل طالع راضي 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 هذا الجاي صيده صيده جيب عليه جيب عليه يمه 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 منه بالمقالب ما في مثله خفوا عليهم يا جماعه شوي خفوا خفوا عليهم ترى ما فيهم شيء شويه كده نعمل كده المقالب حلوه بتكتكه شويه كده نعمل كده المقالب حلوه بتكتكه ازيك يا كابتن يعني بص حضرتك معي شوي يعني وين 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 بتروح صايدينك صايدينك نضحك معاك شوي شوي بالكاميرا شايفينك يا كابتن الصوماليه احنا حاطين كده كاميرات واضاءه في كل حته لا 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 ده منتج كبير قوي منتج مجنون منتج بيحب كل حاجه تبقى طبيعيه كاميرات كشافات لازم كل حاجه قدامه يحس انها طبيعيه حتى بصي بصي هنا مجنونه ازاي جايب العيله وجايب الجيران وجايب الجنينيه عشان ياخد رايهم في تمثيلك لانه بيحب يكون كل حاجه طبيعيه هو اللي هيكتشفك انت عارفه ان ممكن... انا ليه حاسه ان هم عيله مجنونه كده شويه هم مجانين بس فلوسه كتير قوي ده ممكن يتعاقد معاكي في 3 افلام مره واحده بيدفع بخمس ملايين بجد فلوس كتير قوي يعني دي فرصه بالنسبه لي فرصه عمرك وبعدين انا مخرج كبير ما ينفعش اجيب اي حد انا اخترتك انت بالذات عشان انت ممثله حلوه وشاطره انا واثقه فيك يا حماد انا واثقه فيك والله مش عايزك تكسفيني ها عايزك تعملي حاجه لا لا ما تقلقش بصي دول مجانين اي حاجه يقول لك عليها اعمليها ما تكسفيش اي حاجه يقول لك عليها اعمليها اي حد فيهم لان تمام. كلهم مهمين كلهم مجانين كلهم مهمين ماشي ابو خرشد نعم يا ريس حبيبي حبيبي اهلا وسهلا والله والله الله يسلمك استاذ حبيبي انا جايب لك نجمه جديده جديده حلوه وزي الفل احلى شعره اليوم راح تشوفونا مدام الراجل بيتكلم انت تخرسي خالص انا اسفه يا سامر انا اسفه يا سامر لا والله ابيع المضاعه زي اللي اخذها منك اليوم اروح ابيعها بسوق واخذ فلوس لا لا خلاص براحتك ورينا بقى تعملي ايه يا ستي دي غيره النساء وهذا يا ستي احنا طبعا عرفك الاخ حماده فينا انا منتج سينمائي كبير حق سينما وحاعمل لك فيلم حيكسر الدنيا وعمل لك يعني صيت فوق 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 وانا عشمالك حضرتك يعني تخيلي نفسك الموجودين في كوكب عقارب يعرفونك عرفت يوم يقول اخذينا سلفي معك نعبك على شونا يا لا 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 يا عم طولك يا روح بس يا ستي بس لا تشلينا قدام المرأة والله انا واثقه في حضرتك يعني من غير اي حد تاني طيب لو سمحتي ممكن تعدينا اداء الحين اشوف تمثيلك ان شاء الله يعني خلينا نقول مثلا انت تايهه في الصحراء وضايعه وعطشانه وجوعانه وبقالك ايام عم تمشين بالصحراء مش شادع مش لاقي احد صحراء جرداء كلها رمل تمام يلا الله جميل قوي ميه وبه ايوه حد يساعدني ها طيب حلو حلو طبع 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 حلو الله عليك حلو 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 طيب القسمة دي بتاعت رائد فضاء أنا افتكرتك رائدة فضاء أول شيء أنا متأسف بس أنا عاوز ألف لك يعني بس ما تقولي أستلطف الجو حقك عشان تخشي معايا بإيه؟ بالموت معايا وسيبك من الخجل عرفتي كيف؟ سيبك من الخجل طيب يعني عاوز ايه نحن نعمل دور ايه مثلا بصي مسي دور توي ستوري توي ستوري اي توي ستوري فين انت بيعمل لك ازاي يا حبيبي توي ستوري اي 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 بدرتي ايه بدرتي هو في الكلب واطلع جناحاتي منين يا بابا تخيلي اصلا مصبيه يا مش عارف توي ستوري احنا عاوزينها تمثل مش كرتوني دي مش لبسنج يا استاذ
ازيك يا كابتن؟ بقولك يا ما تسألها انت تشوف اذا عاوز حاجة تدي على زوجك كده يمكن تطلع منها حاجة. تعرفي تقلد اسماعيل ياسين؟ اعرف اقلد اسماعيل ياسين قلده ازاي؟ الله يا ولد. حلو حلو انا حلو 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 انا كده قلدته؟ الممثل على فكرة حضرتك الممثل المفروض ما يقلدش. ماليش يعمل ايه يا حبيبتي؟ المفروض ان هو بيخترع الشخصية. انا عايش في اسماعيل ياسين بيخترع الشخصية. طب ما انا عمال اخترع قدام حضرتك مش عاجبك ولا ايه؟ مش عارف ما دام بيقولوا يعني كانوا بيقولوا الفنون جنون. الواحد يلون بالفن يعني في حاجه طرب في حاجه يعني تهريج في حاجه يعني فن في تراجيديا في كل حاجه موجوده في الفنون. معلش انا حجيزي حاجه سهله شوي. سالي بنتي بنت علي عاوزها تقولي تمثلي. اتفضلي يا حبيبتي انت كمان. تفضل. قلدي واحد تمسح البرد. لا يا حبيبي هات لي تعالى وتعالى امسح معايا هنا. ازيك يا كابتن؟ مشاهدينا الكرام بدينا سهرتنا. ايه 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 شاطره جدا شاطره جدا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. عيله كبيره قوي يعني عيله فنيه يعني خلي بالك. يعني ماخذتها بالإراسة ورس ورس. عندها عشق الفن. سبحان الله سبحان عشق الفن. يعني ابن الوز عوام. ايوه يا ابو خرشد يا جامد. انا احنا شركة انتاج محاكي ابو خرشد احنا حنعمل لك ان شاء الله حاجة انما ايه وردة وبر صيتك حيو عليك كل دو ان شاء الله. بس مش انا حاتكلم حقدم لك ابني هشام وداعي اليمين هو البيج بوس بتاع الشركة اليوم. المقطع ده بس حبيبي. اهلا طيب سعد طبعا حبيبي سعد طبعا يا ريس. انت مثلتي في ايه قبل كده ولا عملتي ايه قبل كده؟ انا مثلت في حاجات كتير قوي مسلسلات وافلام ومسرحيات فكل اللي انت عايزه انا همثله. ايوه عشان عايز اطلع معاكي يبقى سوبر ستار. ايوه اكيد طبعا اكيد طبعا. حبيبي انت سوبر ستار من غير واسطه ولا من غير اي حاجه حبيبي. تكفي ان انت ابني وابن خرشت. نعم يا اشتريت اول مره تتكلم مني. اي حاجه انت تطلبها مني انا هعملها. اعملي بنت شحاته يلا. معلش يا عمو والنبي اديني جنيه جنيه يا عمو والنبي بليز والنبي يا عمو جنيه. انا عايزه جنيه عايزه اكل انا جعانه مش قادره. بس يعني قرروا عايزيني بيبي ولا تقعد تزعلك. قرروا عايزين نعمل ايه يعني خلاص التطول ايه بيبي هتضربينا انت ولا ايه مش عارفه ايه ده. ماما 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 نايس بقى توقعي ماما 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 ايش رايك تقوم تمثل دور حبيبي؟ الله ايه حبيبي باقي عليك يا هشام باقي عليك حبيبي. مبروك يا هشام ذكرتني يا هشام. ايوه ايوه ده حبيبي ده حبيبي ازاي ده؟ ده ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ اكيد مش هوافق. على نفسك يا حبيبتي على نفسك يا حبيبتي بفلوسك على نفسك. انت عايزه احبك انا اعيش الدور يعني. لا لا ده تخين قوي. انا دافعي لك فلوس احبك انا لا ده تخين لا لا ده تخين قوي لا مش هقدر. لا 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 هات لي الصغير خلي ايش لا ده تخين قومي يا حبيبي. لا ده تخين لا ده ده اصغر ده اصغر من صغير. لا ده تخين سيبك من تخين على الله. قلت خير مالوش قلب يعني ولا ايه؟ لا ماليش دعوه. الله بتتنمري على ابني وانا قاعده. انا والله هو انتوا بقى عايزين ايه؟ طيب هو انتوا فعلا منتجين؟ لا ما انت شايفه ايه حضرتك؟ لا منتج على السنه ورمح فين ده؟ انا اعتقد ان انتوا مش فاهمين اي حاجه. انتوا مش فاهمين اي حاجه. انتوا اصلا في البلاله. ايه البلاله؟ انتوا مش فاهمين اي حاجه. ايه البلاله؟ انتوا بجد مش فاهمين اي حاجه. دلاله يعني ايه؟ انتوا مش فاهمين. حماده فين حماده؟ فين حماده اللي جايبني؟ حماده انت اصلا مخرج ازاي؟ انت اصلا كنت ممثل فاشل. انت مين انت؟
انت اصلا كنت فاشل ازاي بقى مخرج؟ انتوا اصلا بقى كلكم نصابين، كلكم نصابين، كلكم نصابين. وهو كمان نصاب معاك، انت كمان نصاب معاك، واصلا هو مش مخرج، هو اصلا مش مخرج، هو اصلا مش مخرج، اصلا مش هقولكم مخرج. تفضل يا ست. اتفضلي. ايه 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 الجزمه الحمراء دي؟ شغاله بالمطاف انت ولا ايه؟ لا مطاف. اتفضل حبيبي، اتفضل. اتفضل يا ست الكل، اتفضل يا انسه. انا اسف. اتفضل يا بنتي، حضرتك جوزك زمانه جاي. انت حضرتكوا اصلا مش مديني فرصه ان انا اتكلم. بس بس يا دوفر، خلاص خلاص سكوت. هو ده اللي انا قلته؟ ينفع؟ لا. ينفع في وشنا ده؟ سيبك من الطبقات دي، خلينا نديها حاجه كويس بسيطه. على حرام حيلك عليها لسه صغيره. صلي على النبي وخليها تقول عشان عليه الصلاه والسلام. طيب شو رايك حفله سهله؟ شنو حاجه سهله كده خفيف عليها؟ اعملي لي واحده من مجنونه وتفضلي مكشف في شعرك وسهرتك. حلوه يا ولا حلوه كده. حلو. يلا يا مجنونه، يلا طب يا انسه، طب يلا جناني انت لسه. طب ارسلكوا على مشهد يا انتوا. هو ده هو ده الحب الحقيقي، هو ده هو ده الحب الحقيقي. بصي عليكي خلاص، همشي لكم مشهد الدور المجنونه. خلصنا؟ يلا خلصنا. ماشي. تعرف انا زمان كان عندي صحاب كتير بس سابوني عشان انا كان ما عنديش صحاب، وماما كانت بتسيبني عشان قالت لي السعيله دوتي وحشه وبعدك الصحاب، وكل لما كل حد اقول له انا عايزه العب معاك يقول لي انت وحشه اصلا محدش يلعب معاك. ازيك يا كابتن؟ ايه مال السعيله دي؟ انا بسيب لكم، انا بسيب لكم. انت جايب لك بنت السعيله اكتب لها اهو. ايه يا استاذ حمادة؟ بره انت جاي شركه خضار. ايه انت بتعرف ازاي؟ باي 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 باي، مع السلامه. باي 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 باي، مع السلامه. باي 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 باي، مع السلامه. ازيك يا كابتن؟ بتمثلي الحمد لله. طيب عاوزك تمثلي لي دور تايتانيك. الله. يعني البطل وسفينه غرقت بالماء بالمحيط، وانت حتوجعيه وهو حيرجع. يعني والله تفضلي ولايك عليك فيلم تايتانيك ما شاء الله، خصوصا مع التيشيرت الحمر ده يا ما اخذ عليك حته ما شاء الله. تفضلي يا خمسه. جيك ما تسيبنيش يا جيك. الله مش هسيبك. الله ما تسيبنيش يا جيك، انا بحبك. الله جيك ما تسيبنيش يا جيك، انا بحبك. لا جيك يا عيني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا بدر، حضور ده انت كاريزما ما شاء الله. والله انا كاريزما عندك، حضور ما شاء الله جدا. طيب بس 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 عرفت كيف؟ طيب خليني انا العيال، انا عاوز ابسطهم يعني معايا دول. انت ولد، انت ولد. طيب عاوز تمثل ايه؟ يعني شو دور ببالك مثلا؟ بس ترى هي جادت التايتانيك جاك الحين. انت امين نفسك. تسعي فيلا. ايش؟ مستر مين؟ تسعي فيلا. تسعي فيلا. تسعي فيلا. لص يعني. يعني دي وش وش لص؟ حرام عليك. لص دي النعومة دي والبياض ده والجمال ده والسود. يلا معلش معلش معلش. أنا الغيرة. يلا يلا لح. تفضل أنسة. لص. هو في حاجة بتسرع عشان تسرع. طيب يعني اجرام مثلا، بتجيني دور الاجرام مثلا. اجرام؟ اجرام يعني مجرمة. يا مجرمة. حلوة دي. يا مجرمة. يلا يا مجرمة. تستانسين انت. اعملها ازاي مجرمه دي؟ يعني كده يعني ايه يعني زي بتاع قولي لها سلاده قولي لها عادي كانك طلعي السكينه كده وتعليتي ليه. الله اكبر عليك. الله بس ده اللي هامك في الموضوع، ده اللي هامك في الموضوع يا مفتريه. حرام عليك. بحبك يا حرام عليك. الدايب اللي بيدك كله والله من الاباء.
بص الدهب اليمين. طيب انت عاوز تقول ايه؟ يلا حاجة حلوة بقى. قول حاجة حاجة حلوة ده. عدها عدها كده عد مقامها يعني. حاجة تمثل. غني ورقص غني ورقص. يلا. خصمك. وجوه الروح هتفضل حبيبي. أنا نسيتك. أنا بتكلم. سامكة 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 حاجة ده انت ما شاء الله نجمة مش عايزة كده برضه عايشة النجمة انت بقى بتكون رفين والله حلوة نجمة بس 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 عيد عيد يلا هشام حبيبي ايوه ده ابن الكبير ده قول لها حاجة شنو عاوزة تقول لها تمثل مثلا اتجوزها بقى عماد يا ريس مش دافع ايه مش عاجبك ايوه مخارش باشا ايه ما لقيه ما قد عملنا وش صار لون وش التيشيرت اللي لابسته ايه ده والله ليه منتج منتج كبير وناس دول زي الفل وكل واحد فيهم البنت الصغيره دي دفعت انت يا حماده باي 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 مع السلامة باي 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 مع السلامة باي 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 مع السلامة ازيك يا كابتن عايزه انا ماشي استني بس احنا ايه لا مقلب وكاميرا خفيه والله زين كاميرا خفيه انسه والله انسه والله انتوا هتزيدوا ثقتي في نفسي انا حسيت ان انتوا فعلا هو في شويه صح بس ده اكثرنا انسه قران ولا برنت انسه برنت احنا مغرب عملناها فيك برنت هنا عملناها فيك ان شاء الله زي كاميرا خفيه واذا انت موافقه على اساس نزيد ده برنامج اسمه ايه؟ ازيك يا كابتن اذا انت موافقه على اساس نزيع الحلقه هذه قولي للكاميرا هذا هو احنا بقى نطلع يلا يا انت الكل خليك معايا يا هشام انت الكل ده مقلب وده بنعمل مقلب فيكي انت اصلا مقلب ازيك يا كابتن ازيك يا كابتن ازيك يا كابتن كاميرا ورا ايه قولي زيا ماشي هذا بصي للكاميرا ولا لها هذا هو هذا هو انا زي احنا بتاسين عمي فيك مغلب يعني كده حرام عليك والله انا قلت كده بس والله انت بتعدي كده والله فنانة يا 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 نجمة عيب عليك اول عيب عليك احنا كل ما قلنا لك كان هذا برنامج يعني اسمه ايه ازيك يا كابتن اسمه ايه ازيك يا كابتن اذا انت موافقة نعرضها بالتلفزيون قولي هذا هو خلاص لا هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو